جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تفضلتم شيخ صالح وذكرتم الأذكار وبعض أوقاتها وبعض فضائلها، هل من كتاب أو كتب تدل على ذلك وتفيد المسلم كيما يكون على مقربة دائما وأبدا من ذكر الله؟ الأذكار أفضل الأذكار ما ورد في الكتاب والسنة. طيب، القرآن فيه أدعية قرآنية كثيرة يدعو المسلم ربه بها، مثل الدعاء الذي في آخر سورة البقرة، نعم، دعاء الذي في آخر سورة آل عمران، وسائر الأدعية التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه، وكذلك الأدعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها وعلمها لأمته، وهي مروية في الكتب الصحيحة. وهناك كتب متخصصة للأذكار، مثل كتاب الأذكار للإمام النووي، مثل كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب للإمام ابن القيم، مثل كتاب الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية، ورسالة في الأذكار تحفة الأخيار لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز وفقه الله وحفظه، وهي مطبوعة وتوزع. فهذه كتب موثوقة وفيها أذكار عظيمة، على الإنسان أن يحرص على أن يقتنيها وأن يذكر الله بما فيها من الأذكار الماثورة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا هي موظفة ومبين أوقات الأذكار فيها والساعات التي تناسبها، ومنها أذكار مطلقة يقولها الإنسان في أي وقت وعلى أي حال. نعم.